بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نور المعلمية سعيد أن أتواجد معكم في حلقة جديدة التي سوف أتحدث فيها عن أمر جميل تقوم بإضافته إلى هاتفك الأندرويد. أولا قبل بدء في الشرح، لو كنت لك أول مشاهدة على قناة مستر نور المعلمية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وبعدها تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع التطبيقات التي أتحدث عليها تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقعنا مستر نور للمعلومية. ميزة اليوم الذي أردت أن أتحدث عليها هي متوفرة في هواتف الايفون. كثير ما يعرف ان جهاز الايفون لديه زر كما هذا، تضغط عليه ضغطة واحدة يعطيك هذه الخيارات، حيث من تستطيع اضافة بعض الاشياء ويعني الاعدادات، الويفي، قفل الشاشة، اشياء اخرى. كيف تقوم باضافته؟ كما اخبرتكم تقوم باضافة الرابط او تحميل التطبيق اسفل هذا الفيديو. تأتيك ايقونة بهذا الشكل، تفتح واجهة التطبيق بهذا الشيء، تراك انها مكتوب اسيستيف توتش، يعني خيارات عليه من هنا. تأتي له خيار أولى يجب أن تكون مفعلة، أيضا يجب أن تفعل لايت كولر إذا أردت تغيير في اللون، يعني الأشياء التي تكون عليها أشياء أخرى سوف تلاحظها في هذه الإعدادات. أيضا هو الشيء الجميل الذي فيه يحتوي حتى على اللغة العربية ديفولت، تختار اللغة العربية لأصبح التطبيق باللغة العربية، ليس تلك الزر التي باللغة العربية، التطبيق لتفهم شيء يعني الشيء الذي يكون عليه جيدا. تضغط عليه ضغطة واحدة كما أخبرتكم، هكذا تأتي كذه الوجهة، توجد كلمة لوك لإيقاف الشغل، يعني إيقاف الهاتف كلين هنا، تضغط عليها لتنظيف الرام. شيء جميل، ويوجد هنا الإعدادات الخاصة بك لي يعني وضع يعني لوضع الطيران، صوت انظر معي اوتو روتيت، كما ترى لوكيشن سيلنس، لو تضغط اي واحده تتحول انظر معي نورمال، اصبح فيبريت، وهكذا سيلنس. يوجد هنا الصوت لرفع الصوت وخفضه، واذا رأت الرجوع تضغط في الوسط. الشيء الاخر فافوريت، هنا تختار انت، تضغط على الفافوريت وتختار الأشياء التي تساعدك. مثلا هنا وضعت أنا الفيسبوك سامسونج للتجربة، فقط تضغط أنت على الزائد وتضع التطبيق الذي يساعدك. بدأ مباشرة كما أخبرتكم، ضغط عليه واحدة هكذا ومن ثم فافوريت، تذهب إلى ذلك التطبيق الذي تريد الولوج إليه. تعود إلى الخلف هكذا، ويوجد عليها الكثير من الإعدادات كما أخبرتكم، إيقون، تستطيع حتى تغيير هذه الإيقونة بوضع إيقونات أخرى تكون يعني جميلة مضحكة كما تلاحظ حسب إرادتك أخي. يوجد إيقونات كثيرة تستطيع أن تجرب أي واحدة منها. الخروج من الإيقونات عادي جدا، تعود إلى الخلف سوف تجد أشياء أخرى، مثلا ديسبلاي هنا إذا أردت تكبير هذه يعني أو يعني وضوحها، هي تكون في الوسط، تختار أنت في 2 مثلا. لو نجرب نحن الأولى هكذا في 2، انظر كيف أصبح شكلها كبير، نضعها في 1 سوف يصغر شكلها كما تلاحظ معنا. شيء آخر، إذا أردت يعني إخفاء الإيقونة أزعجتك أو أي شيء، تنزل بالأسفل من هنا كما تلاحظ أسيستيف توتش، تضغط على هايد يعني لإيقافها من الظهور على شاشة يعني على شاشة الهاتف الخاصة بك. مور أبس، تضغط عليها يعطيك مجموعة من التطبيقات خاصة بهذا التطبيق إذا أردت الولوج إليه. شيء آخر أيضا أردت أن أتحدث عليه هو تغيير هذا الشكل الذي يكون على شكل مربع كما تلاحظ، تضغط على كلمة لايوت الأولى وهنا يعطيك شكلين، الشكل الأول يكون بهذا الشكل والشكل الثاني على ما أظن يكون دائري، تضغط عليه من هنا وثم تذهب إلى ماين، يعني من هنا 1 و2، وأردت التغيير في الشكل والإيقونات يكون بهذا الشكل، وتقوم بوضع الشيء الذي تريده أخي الغالي. هو تطبيق جميل صراحة، يعني كثير من الأشخاص يهدوا على هواتف يعني الآيفون ولا يمتلك هاتف آيفون، أراد أن يجرب هذا التطبيق عادي جدا بهذه الطريقة، سوف تجربها وتتمتع بهذه الميزة. أتمنى أنها قد نالت إعجابكم، ولو نالت إعجابكم لا تنسوا نشرها حتى تعم الفائدة بيننا ونحصل على 1000 لايك لهذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما أخبرتكم في أول حلقة، لو كانت أول مشاهدة قناة مستر نور المعلمية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. حتى الآن أنتهي من هذا الشرح، وسوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع السلامة.